يلا استعجلوا، يلا 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 يلا. لهلا ما مسكتوا هالجواسيس؟ ولك انتوا رجال التنظيم عم تفهموا؟ يلا اركضوا. ما دام هربنا خلينا نروح على المنطقة، خلينا نسلم حالنا. ما فينا نسلم حالنا ابدا. ليش يعني؟ نحن ما قربنا على الغلط. ابني بكر سليخة. ايه كلامك مزبوط. وبعدين رح اعمل اي شيء كرمال خلص اختي من السجن، هي ما لها ذنب بنو. ان شاء الله جنان ان شاء الله، بس بالاول خلينا نخلص من هون ورح نعمل كل شيء بدك اياه ان شاء الله. ايه طيب شو لو مسكونا رامو؟ شو بدنا نعمل وقتها؟ ما رح يتركونا نعيش، رح يفرقونا عن بعض. لا تفكري ابدا جنان، ان شاء الله رح نخلص من هون ورح ساويكي احلى عروس بهالدنيا. ان شاء الله رامو ان شاء الله. لو انت ما كنت بالجبل، لو ما تعرفت عليك، والله كنت حطيت حالي قدام رصاصه وكنت انتحرت فورا. اللي شفته هون بالجبل كان شيء مقزز بشكل، مين وشو عم يعملوا مو معروف، ما لهم علاقه بالانسانيه. يا ريت لو الكل فيهم يهربوا. طيب جنان لا تفكري بقى بهي الامور، كله انتهى. وقفوا، ما فيكم تهربوا لمكان، وقفوا. عم اقول لك اتركيها لحالهم وليك. يلا هربي جنان بسرعة. هربي Love.